عندما قرروا الدخول إلى الاحتراف يعني كانت مرافقة الدولة يعني حتى 2015، وبعد ذلك تمت يعني البرولوجمون تاع هذا الفترة إلى 2018 بيعني قوانين صادق عليها البرلمان بغرفته، وكانت وراهي في الجريدة الرسمية. تفاجأنا عندما يعني قال باللي دخلوها في سياسة التقشف ولا شيء من هذا القبيل. الأندية المحترفة فقط ممنوعة من المساعدة تاع الدولة. نظن أنا ماذا بيا لو كان مادام الأمور مقننة، لو كان داروا يعني إيزون جولي لو بروفيسيوناليزم يعني كاريمون، اللي أنت تحبس المساعدة تاع الدولة اللي هي قررها البرلمان بغرفته وهي حاليا مقننة.